السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شقة مساحة 115 جات بهذا المطبخ الكبير كبير الحجم، هذا المطبخ الضخم. مهم لابارتمون عندها جوج ديال الواجهات وعندها جوج ديال الغرف، جوج ديال الحمامات، جوج ديال لي بالكو، وعندك هذا المطبخ الشاسع اللي تقدر دير فيه جليسة وتقدر تمتع بنهارك وانت في هذا المطبخ. هذا لابارتمون تبارك الله مشمشة من كلا الواجهتين كما كتلاحظوا، الشميشة يعني 10 على 10. مطبخ كما كتشوفوه مجهز تماما. صراحة من أكبر المطابخ بالنسبة للمساحات، يعني من أكبر المطابخ اللي دازو عندي تقريبا في القناة، يعني منهم هذا المطبخ هذا، يعني تقدر تضيف له إضافات كثيرة. ولابارتمون بصفة عامة متنوعة في اللمسات، في الفينيسيو، في الصباغات، في الألوان، يعني صراحة مبهجة. ولا كنتي فيها راه ما غاديش تقنط، أكيد ما غاديش تقنط إلا كنتي في هاد لابارتموات. عندكم جوج ديال الغرف، الغرفتين بجوج فيهم لي بالكو، هذا الحمام الرئيسي ديالها. حمام حتى هو متكامل، يعني فينيسيو فيه رائع. مساحة 115، بالنسبة لعدد الناس اللي كاينين في هذه العمارة هما 6 ديال الأشخاص. وبالنسبة لهذا لابارتمون هي الوحيدة اللي بقات من بين هاد 6، يعني هي اللي بقات في هذه العمارة متوفرة وكاينة في التروازيام ايطاج. الناس اللي كيسولوا على لاسانسور، راه الاير بلوس 3 بحال هذا النموذج دابا اللي كنصور، هي اير بلوس 3. يعني فيما تسمع اير بلوس 3 عرف ما كاينش لاسانسور، اير بلوس 3 ما تكونش فيهم لاسانسور. اير بلوس 4 فين تيبدا لاسانسور، اير بلوس 4 الفوق، حيت اير بلوس 3 راه ماشي شي عمارة عالية، راه غير 6 ديال السكان، جوج في ليطاج. هذا الصالون ديالها. كما لاحظتوا يعني خدم على بزاف ديال الديكورات هذا المقاول هذا، وكتلمس واحد التنوع كبير. ودار لكم هاد لابياج هنايا في الصالة. يعني إلا كنتي جالس في الصالة، يعني في آخر ما كتشوف عينك هو المطبخ. بالنسبة للغرف كاينين جوج، كاينة غرفة فيها حمام وبالكو، وكاينة غرفة فيها بالكو وبلاكار وما فيهاش الحمام. هذه بالنسبه للغرفه اللي ما فيهاش الحمام، ولكن فيها البالكو وفيها البلاكار ايضا. الغرفه الثانيه كبر من هذه واحد شويه. المدخل الرئيسي اللي دخلت عليه ديال لابارتمون هو هذا. الا دخلت ودرتي على اليمين كدور نيشان، كتمشي كتلقى المطبخ. على اليسار ديالك تلقى حمام، وهذا المطبخ كيجاورو هاد الغرفه. هذه الغرفه اللي فيها الحمام الثانيه. كنذكر بالمساحه اللي هي 115، الثمن 64 مليون، قابله للتفاوض. مدينه القنيطره، تجزئه اليونس 3. بقات هذه وحيدة متوفرة في الطبق الثالث. هذا البلاكار أيضا كيضم حمام.
لكن احسن ما فيها صراحه هو انك تميز بالواجهتين وكتميز تبارك الله بشمشه بمعنى الكلمه، وكتميز بالمطبخ الشاسع ديالها والحي اللي جات فيه. ضروري غنلقاو واحد النظره على الحي قبل ما نختمو. الناس اللي كتسمع على اليونس 3 ولا مهديه 3، هي هذه اليونس 3 صاحبكم، شرا بلاصه خاويه ولا الا راه فيها كلشي، الحي ترونكيل. عندك بزاف فين تقدر تبلاصي الطوموبيل ديالك. اخر ملاحظه غادي نقولها لكم بان هاد لابارطومون هذه بالنسبه لحي اليونس 3 راه اقرب بلاصه للطريق الوطنيه اللي كتربط ما بين سلال الرباط القنيطره. يعني دابا من هنا من هاد البلاصه من هاد النقطه الا بغينا نمشيو للطريق الوطنيه عندك دقيقه ونص. الا بغيتي تشي اسواق السلام كنضرب بطبيعه الحال طوموبيل، بغيتي تمشي لاسواق السلام غدير هنا واحد 4 ديال الدقائق. سونترفيل عندك 5 ديال الدقائق، واصلا هنايا كما قلت لكم راه كلشي متوفر، كلشي حداكم، ما تخصك حتى شي حاجه، حيت اليونس اصلا راه مدينه متكامله ومدينه كبيره. راه كاينه اليونس 1، اليونس 2، اليونس 3، يعني بتجاور مع ولاد وجيه، وهاد الاحياء كلهم تقريبا حدا هاد الجزيئه هادي. وبالمناسبة ملي ذكرت ولاد وجيه، ولاد وجيه راه كتبعد، يعني بحال قلتي راك في ولاد وجيه، كتبعد بولاد وجيه من هنا 3 ديال الدقائق، 2 دقائق ونص، شي اللي كاين. وكنتمنى هاد العرض يروقكم، وخليو لي الاراء ديالكم، ونشوفوا ان شاء الله فيديوهات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.